ما دوافع السعودية لاقتراح وقف إطلاق النار مع ميليشيا الحوثي في اليمن؟ ما فرص نجاح الرياض في تمرير اتفاق وقف إطلاق النار في ظل تمنع حوثي؟ هل تراجع تأثير التحالف العربي وفرض الحوثيون أمراً واقعاً جديداً في اليمن؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ما فرص وقف إطلاق النار في اليمن؟